طبعا الحدث الأبرز النهاردة هو الرئيس السيسي وزيارته لقاعدة جوية في سيناء. بعيدا عن التحليلات اللوزعية والمعقدة، هو لبس الزي العسكري وكده بقوا 5 مرات، لا ده كده هيبقوا 6، أي يعني بعيدا عن اللي إن احنا نضخم الأمور، أروع ما في الموضوع أن يكون القائد دائما في الصفوف الأمامية ويقول لرجالته أنا في ظهركم. دي الرسالة اللي وصلتني النهاردة، ان الرئيس زي ما راح كلية الشرطة، زي ما راح وحدات امامية في القوات المسلحة، النهاردة بيروح قاعدة جوية عشان يقول للطيارين احنا معاكم وفي ظهركم، عشان يؤكد ان انتهاء الارهاب في سيناء هو مسألة وقت. ابعد بقى، انسى انتخابات مش انتخابات، امور سياسية، ده موضوع تاني خالص، ولكن حرب مصر ضد الارهاب مستمرة ورسائل في منتهى الاهمية النهاردة. عجبني قوي كلمة سنحتفل قريبا بالنصر على الخوارج، لأن فعلا هم دول خوارج العصر اللي معني ومهتم بالتاريخ الإسلامي منذ 1400 سنة، ودائما في طائفة تعتقد أنها الفرقة الناجية في حين أن هي فعلا بتبقى خارجة عن الدين، هي لها يعني تفسير متطرف للدين، فبالتالي بتكفر من يعاديها، وهم دول إخواننا إياهم اللي احنا إن شاء الله نقضي عليهم. ومعلومة يعني، دي مش توقع، دي معلومة، هانت قوي 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 فكرة او يعني مرحلة ان احنا ننظف سينا فعلا، ويعني بالبلدي كده ما كانش الرئيس او الوزراء او مجلس الوزراء عفوا هيطرحوا خطة تعمير سينا ونتكلم في فلوس وانفاق ومدن جديدة، مدينة سلام وغيرها، والموضوع لسه يعني لا الموضوع منتهي ان شاء الله تماما ومسألة وقت، والكلام ده من جوه سينا، ان ما يحدث الان هو يعني قضاء نهائي، يعني عارفين ايه بتتنظف فعلا سيناء تماما من الإرهاب.